تحية سام ديجيتايز، وماذا نرى لهذا السام بعد ما جاب لنا التارجت تقريبا اللي كان عند مستويات ال 2 جنيه اللي كنا بنتكلم عليه في التحديثات السابقة؟ يعني المفروض ان احنا نلتزم بالتارجت ونصبر نشوف التصحيح هيوصل لفين، لان التصحيح ممكن ينزل يا جماعة ويقرب تاني لحد مستويات الجنيه و60 قرش الى مستويات الجنيه ونص. اعتقد ده تارجت كويس للناس اللي اشترت مع الاختراق، واعتقد ان احنا جبنا التارجت ومحتاجين نشوف تصحيح ما قبل تكملة الاتجاه الصاعد. الانتظار في الوقت ده اعتقد مش هيكون افضل حاجة. لو نزلنا على فريمات اصغر ورحنا على فريمات ال5 دقائق، واضح ان احنا بدأ يحصل ضعف، ولكن احنا بنخرج دايما زي ما بنقول لما بنضطرب. توقف الخسار بتاعنا هنا اللي عنده مستويات الجنيه 85، ولكن المنطقة دي اتوقع انها تتكسر، اللي هي عند مستويات الجنيه و89 قرش. طيب هل السهم ممكن ينزل اكتر من كده؟ اه طبعا ممكن ينزل اكتر من كده، وينزل للمنطقه اللي احنا بنقول عليها اللي هي المنطقه اللي عند مستويات الجنيه، خلينا نشيل المنطقه دي خالص، خلينا نشيل كمان الخط ده، وخلينا نحدد المنطقه دي ان هو النطاق ده اللي ممكن السهم ينزل يعيد اختباره، اللي عند مستويات الجنيه 55 لحد مستويات الجنيه و70 قرش او جنيه 68 قرش. السهم من اهم انه جاب لنا التارجت، وده المهم بالنسبه لنا. ولو بصينا هنلاقي ان احنا خدنا التارجت المفروض كنا نصعد لحد مستويات ال 61 الى مستويات ال 78 فيه، احنا رحنا لحد مستويات ال 61 كمان اقل من التارجت، ولكن الموجه الثالثه كانت خجوله، فده اللي اثر بشكل واضح على الموجه الخامسه. اعتقد ان احنا يفضل ان احنا نجني ارباحنا وننتظر نشوف الحركه القادمه للسهم. السهم لو صعد مره اخرى فوق ال 2 جنيه اعتقد ان هيكون ليه اهداف اكتر، غير كده نظل ننتظر التصحيح اللي ممكن يودينا لحد 5 جنيه 55 لحد مستويات الجنيه و70 قرش. وبالتوفيق.